السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حبايب قلبي، دلوقتي احنا دلوقتي المغرب اذن، احلى وقت تأكلي فيه البط الوقت ده بعد المغرب. ليه بقى؟ الجو فعلا بصوا روعة، ده روعة وجميل جدا، والبط بتاعك ما يضرش من معاكي في الحر. تعالوا بقى ايه، ناكله بقى كده مع بعضنا في الطراوه دلوقتي. انا النهارده عايزه بقى اكله على فشوف البط بتاعي مش راضي ياكل. نستثقل بقى الايه، الدشيشه على الرده وحبيب العلف. لو كده ايه، نرجع ندي وجبه علف تاني. بصوا يا جماعه، واضح اهو، واضح ان البط فعلا، بصوا واضح ان هو مش عاجبه الدشيشه على الرد، على عايز علف بس. بس احنا طبعا مش هنقدر ايه، معلش انا ببعد لورا بس عشان اقفل الميه، مش هنقدر ناكل على صافي. هنضطر نعمل ايه بقى؟ نحط عشان البط ما يخسش. بس بصوا انا حاسه ان البط خس معايا اليومين اللي جم حر دول بسبب الجو، كان حر قوي والدشيشه تقيله عليه، مستثقلها. بس الاول كان بياكل فيها، البط دي كان بياكل فيها وكان جميل جدا، وهي وصلته كده للوزن ده. بس انا عايزه احط له بقى، ابدا احط شط علف عشان البط يزيد معايا كده، عشان نلحق نذبح بقى منهم. مش هنفضل ناكل على الفاضي، ناكل ويخس، ياكل ويخس. لا، احنا عايزينه يزيد معانا. طبعا انا جبت 2 كيلو علف، حطيت منهم الكيلو اهوت ليهم، ولو خلصوها هحط حبه تاني. ما فيهاش حاجه، لما نغرم شويه عشان البط بتاعنا يسمن معانا كده ويبقى كويس. لما نقرب على الذبح، مش بقول لكم اكله من صغره، لا، لما يقرب على الذبح. ولو انت قدرت تاكلي علف هيبقى احسن واحسن واحسن. بس ما حدش بيقدر ياكل علف صافي دلوقتي، مش هنكدب على بعضنا. اللهم صل على النبي. بصوا بياكل في العلف ازاي يا جماعه، ما شاء الله. حطيت الكيلو اهو، قربوا يخلصوه. اللهم صل على النبي، يا رب يبارك لنا ويبارك للناس كلها يا رب. عايزه اقول لكم، رش لهم السطح النهارده تاني مره، النهارده رش السطح. الدهريه غرقت السطح ومسحته ونضفته، الحمد لله ما اتبهدلش قوي اهوت. بس هرشه تاني دلوقتي، وما بيبيتوا عليه طبيعي، برشه وبجره بالمساحه كده، بنشفه لهم، ما بسيبوش ايه ملعبك يعني. لازم انضفه كده عشان السطح يبقى نضيف، والطيور طول ما انت منضفه تحتها بتبقى ما شاء الله عليها، يومها بيومين. اللهم صل على النبي. انا البط بتاعي ما شاء الله، اللهم بارك، حلو. بس هو عيبه ان هو خس في الحر، ودي حاجه ماشيه مع البط كله، كل اللي بيربي بط عارف ان انا بقوله ده. هو فعلا اليومين دول خلى البط ما ياكلش خالص، ما ياكلش نهائي. اللهم صل على النبي، اللهم بارك. طبعا لو خلص الكيلو العلف هحط الكيلو التاني، مش مشكله، ادي لهم كل يوم. يا جماعه معلش، انا عارفه ان ده الموضوع ده هيبقى مكلف، بس لازم عشان البط هيخس. هقول لك على حاجه كمان، يعني انا مثلا ايه، حبه البط دول فيهم ذكوره وفيهم نوتي. انا ممكن اعزل النوتي عشان النوتي ما بتزيدش قوي، اعزل النوتي لوحدها وناكل الذكوره بس ما شاء الله عشان يزيدوا معانا. لما ناكل الذكوره لوحدهم هيسمنوا معانا، البط النوتي ما بتزيدش قوي فمش مشكله. بس انا قلت حرام اديهم حبه كده مع الذكوره، وبعدين ابقى اعزل النوتي لوحدهم، واعزل وانقي الكام ذكر اللي هم فيهم ان كانوا بقى زي ما يطلعوا، واروح ماكلهم علف بس عشان يشيلوا معانا كده وزن، ونذبح منهم ونخلص من دوره البط دي، عشان ناخد كفايتنا لبيتنا، ونشوف لو بعنا حاجه منهم هنبيع. ما بيتنا احتاجهم كلهم بألف هنا وشفا لاولادي يا رب، وألف هنا وشفا لكل اللي ياكل منهم. بس نشوف الاول يسمنوا معانا كده ويبقوا حلوين ان شاء الله. من بكره هعزل البط النوتي لوحدها، احبسهم في اوضه قبل ما اكلهم، واكل الذكوره لوحدهم، والنوتي ايه يبقى ياكلوا ايه، اي اكل عادي، عشان النوتي هربي منهم ان شاء الله، تاخد منهم كم واحده ربيها بامر الله تعالى. اهو اللهم صل على النبي. عايزه اقول لكم العلف ده في سحر والله، بيبقى في سحر يا جماعه على الطيور كلها ما شاء الله، من غير ولا فاتح شهيه ولا اي حاجه، هتحط العلف هو السر في العلف. بس برضو مش هنقدر ناكله طول النهار، هناكل زي ما قلت لكم اخر النهار وجبه علف كده زي ما كنا بنعمل الاول، ونحط ايه الوجبه الثانيه بتاع الصبح متخلطه، اللي هي الخلطه اللي احنا عاملينها. طبعا هو كله بيدور على الميه اهو، لازم اخليه الاول ياكل ويشبع، يملى حوصلته الاول وبعدين يروح على الميه عشان يبان عليه الاكل. ما ينفعش احط له ميه وهو بياكل الكلام ده، لو انا حاطه رد احط له ايه، احط له ميه عشان ما يشرقش. لكن هو ده علف بس اللي بياكله، فمش هيشرق ولا حاجه، لازم يملى حوصلته ويشبع. اهو راح للميه اللي هناك، انا ده الميه اللي في الطبق ده عشان ما يروحلهاش. اهو طبعا نحط لهم شويه كمان، عايزه اقول لكم كنت زعلانه على البط جدا، عشان كده رحت جبت له علف.
عشان انا مش عايزه اخسر تعبي، تعبت جدا والله الايام اللي فاتت دي مع الطيور، يعني تنظيف وهدد حيله ومصاريفه يجي في الاخر يخس كده، لا. فقلت لا ان شاء الله اجيب له ايه كل يوم، حتى لو حطيت كيلو ولا كيلو ونص، عشان ما شاء الله العدد برده حلو مش مشكله. يبقى احنا كده عرفنا ان الدشيشه يا جماعه تقيله على البط في الحر والرده، لازم كده بقى ايه يعني ناكل اخر النهار، يعني ناكل الصبح بدري قوي، بالنهار ما تاكليش خالص، اكلي اخر النهار زي ما انا باكل كده بعد المغرب. لو ملاحظين الليل بص قليله نور اللمبة على السطح، فما شاء الله هو كده ايه بيسحب في الاكل وياكل، بقيتي قدامه الاكل بقى من بالليل بالليل، ما شاء الله هتلاقي البط ده حاجه ثانيه. اللهم صل على النبي. الحر مقرف في كل حاجه، بيزود الافتراسات، ده سبب من الاسباب يعني اللي هي ليه الاساسيه لافتراس البط لبعضه. الجو لما بيبقى حر، لما يبقى محبوس في مكان صغير، احنا مش حابسينه في مكان صغير، احنا طالقينه على السطح، بس السخونيه بتاعت الحر بتخلي البط ياكل في بعضه يا جماعه، يعضعض في بعضه، واول ما بيلاقوا بطيه اتعورت عزكم الله يعني بيبطلوش نتش فيها، بيبهدلوها. اللهم صل على النبي، اللهم بارك يا رب، يا رب بارك لنا وبارك للناس كلها يا رب. بط شبع اهو واتسلطن على الاخر، كل ما شبع وسارح اهو بعيد اهو. هنحط لهم بقى ميه يشربوا، انا مسايبه لهم اللمبه دي منوره طول الليل اهي، يعني لو عايزه احط لهم اكل هحط لهم بالليل، بس الحمد لله انا اكلتهم اهوت يا جماعه، ما كملتش الكيلو كيلو ونص، لا حطيت يعني بتاع كيلو وربع كده، والباقيين مخلياهم للبط الصغير، او ممكن احطهم للبط ده الصبح اهو. او لا والله بصوا ده يجي كيلو يا جماعه، يجي كيلو والاقل من كيلو شويه. المهم اللهم صل على النبي اهو، كلوا شبعوا، دوروا بقى على الميه، احط لهم ميه طبعا، انا كده قصدي عطشهم انا، عشان عايزه احط لهم حاجه على الميه يشربوها، خليهم يعطشوا شويه كمان عن كده بعد ما كلوا هم يعطشوا تاني، واحط لهم بقى المشروب اللي انا هحطه لهم، المشروب اللي انا هحطه ده حلو قوي قوي للحر. لما صلى على النبي بيسرح بقى على السطح كده، بقى السطح نضيف بقى ومتمزج بقى على الاخر. املا لهم بقى ميه واحط لهم المشروب اللي انا هحطه لهم، عشان نتفادى ايه الحر والنهجان والسموم اللي في الاعلاف والسموم اللي في الاكل، وبيعالج كذا حاجه بصراحه ربنا.